شكلت لجنة ستتبنى عودة النازحين من المحافظات الجنوبية، وسيكون لكل يوم في محافظة، لكل محافظة عفوا، يوم محدد للعودة. وسنبدأ يوم الخميس بمحافظة النجف الأشرف، ستنطلق قوافل العودة من محافظة النجف إلى الموصل، إلى تل أحفر، إلى المناطق المحررة. أيضا وضعت خطة للمحافظات الأخرى، في كربلاء سيكون يوم الاثنين، يعني الخطة ستوضع لأربع محافظات، خمس محافظات، تبدأ من يوم الخميس، يعني سيتم انطلاق أول قافلة من محافظة النجف يوم الخميس، يكون في كل محافظة يوم محدد ثابت. يعني النازح يعلم أنه إذا ما قدر يلحق بهذا يوم الخميس سيلحق بالخميس القادم، فقط مراجعة فروعنا بالمحافظات لتسجيل أسماءهم لغرض العودة، لتوفير العجلات و يعني شاحنات نقل البضائع، اللي الأمور اللي أكيد هم اليوم استلموا مواد كثيرة، استلموا مبردات في هذه الفترة، فإحنا كل هاي مانحيها للعائلة اللي ترجع، فيحتاجون أيضا إلى شاحنات ولا طريلات لنقل هذه الأغراض. فقط لتسجيل أسماءهم في الفروع يكون معلوم هذا اليوم في كل فرع متى تنطلق هذه العودة وإلى أي مكان. أيضا عندنا يعني انطلاقة عودة من المحافظة إلى أكثر من محافظة ستنسق، يعني فروعنا راح تبدي بهذا التنسيق، لكن يوم أمس أنا شكلت هذه اللجنة وباشرت أعمالها، الخميس تنطلق أول وجبة إن شاء الله.